لما الحلوة للأهل أمام التلفزيون، ذكريات وأحداث وأيام حلوة ومواقف وأسماء وترقب وتحليل وأبطال سلسلات الدراما العربية والضحكات والفلاشات والمواقف. اليوم أصبحت الدراما العمانية لها حضورها في قلوب المشاهدين، اللي راح نشوف إيش مواقفهم وذكرياتهم مع الدراما العمانية. يلا رايحكم يلو باك مع الأولادة، هتخليهم يصيروا وايد في الحارة. أنا هو أتأخر عليكم بس 10 سنوات بس، وإذا تأخرت أكون رسالة مع الحمام الزاجل اللي بيكون مسلسلات ممتازة كتير، وفي تطور طبعاً. إذا تجي تشوف الحين المسلسلات اللي موجودة حالياً، يعني الدراما العمانية خضت مكان كبير وفي نقلة كبيرة بعد نفس الشيء. المسلسلات العمانية أجمل المسلسلات، زين، وكان فيها يعني إرشادات وفيها عظات وفيها يعني حاجة تجذب الناس يفرحوا بها، يعني شيء جميل وفي نفس الوقت يعني مختلفة كثير. هذه المسلسلات تجسد حقيقة الواقع العماني بشكله الحقيقي والصحيح. الدراما العمانية ممتازة، يعني حتى برزت في مسلسلات كثيرة وكذي للفنانين الدراما الكبار العمانيين. بخصوص الدراما العمانية لها ذوق طيب، كنا نتجمع أنا والعائلة والأهل ما شاء الله، وأحسن حلقات. سؤالنا في هذه الحلقة عن مركز حدبين، أين موقعها بأي ولاية؟ خلونا نشوف إيش بيقولوا عن هذا السؤال. تشبح ليش؟ أي فضفة؟ لا صلالة. يمكن الظاهرة ولا الظاهرة ولا ينقل؟ حدبين. أول مرة أسمع بهذه. حدبين. هذه حدبين طلعت شرقية من ذاك صوب. يوصل؟ صلالة دي. صلالة. حدبين. في ولاية موسم صلالة. وبالظاهرة دي حدبين ولاية صلالة ولا؟ والله ما أعرف عنها. والله بالنسبة للدراما العمانية صراحة يعني دائما طلعنا واقع في الحياة، خاصة مع المرحوم السالم أسعود الدرمكي قصدي، وما شاء الله صالح زعل، وطلعنا يعني بأشياء كثيرة في الحياة فعلا لها صدى وتذكر الآن. إلى الآن لما تتحدث عن واحد حتى الشاب لما يتابع مسلسل الآن ينفعل معه ويرتاح له. علمونا أشياء يعني فعلا الواحد محتاج لها إلى الآن، الحب والتوالف والابتسام والبساطة. يعني هو طبعا أيام كانت ذيك الأيام ما في يعني ستلاي، عرفت يعني دش، فكنا على القناة العمانية. كان الوقت محدود في المسلسلات، يعني ما كان كل وقت، فكنا تقريبا يعني العصرية في مسلسل أتذكر، وفي نفس الشيء المساء كان في بعض المسلسلات تجي، فهذا كان الوقت، مجرد إنه كان العائلة تتجمع قدام التلفزيون. يا الله بالعقل، يا الله بالعقل، مالكم تصيحوا؟ مالكم تصيحوا؟ ليش قطعت علينا المتابعة؟ كنا مستقيمين واحنا هنا بنايه مساكين، حيتقبلها تجيها الحلال. انا قلت المثل راح تدور قرنين ورجعت من اثنين، وجيت انت وعدمت التلفزيون بلدتها. الدراما
الدراما العمانية لها متعة. زين تكلمنا عن والأهل والتراث. زين عندك مسلسل سلوم الحافي. سعيد وسعيدة. أبو شايب خلف. الشايب خلف هذا كوايد مسلسل حلو يعني. شايب خلف. شايب خلف أبو. مال شنجوب فغورة. مال شايب خلف. شايب سلوم. و والله اللي هي طلعوا في رمضان كذا الصيف حار ما ادري ايش مسلسل شايب خلف لما كان يبيع بدكانه ويبيع الحلويات ويبيع الباقل نتابع الله يسلمك فخريه خميس لما كان فغوره كان تذكر زين والفك المفترس استذكر مسلسل درايش ومسلسل مسلسلات كثيره قديمه يعني ما تروح عن بالنا ابدا ما تكلم وشارك مع الناس زمان على ايامنا طبعا ما كان في قنوات فضائيه فكنا في مسلسلات لا زالت موجوده في البال مثل صيف حار سعيد وسعيده من المسلسلات الجميله بالنسبه لي صيف حار للفنان الله يحفظه يعني صالح زعل وايضا الفنان المغفور له ابو معين سعود الدرمكي هذه كانت من المسلسلات الجميله فعلا اللي نحب نتابعها وكانت تشرح بعض القضايا بصوره شويه يعني فكاهيه وجميله جدا يعني جمعة مهب الريح ثانيا سعيد وسعيده مسلسل دروب شايب خلف وغيره مسلسلات جميله جدا يعني عمي كانك تعبان والله يا ولدي يا سعيد اكذب عليك اذا قلت لك ما تعبان تعبان ومتكسر حتى انا تعبان شوي وابغى انام صراحه لا شيء ما كان في شيء شيء ما لا تنام في السياره نام يوم توصل البيت فتقعد النوم وانت خايف على عمرك عمي عليك انت وانا فيك انا سوي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له انسان كذاك الا فعلي لك ذاك يقتلنا اقول شيء وقفه يتفاهم مع هذا الانسان هذا والله كلهم طابع صالح زعل سعود الدرمكي فخريه خميس حزيني بصالح شوير شوي اول هذا صالح زعل صالح زعل وفخريه خميس ومجموعه من 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 الممثلين يعني ما تكلم وشارك مع الناس ممكن اقل دو هذا سلوم الحافي كان اللي جمع الفلوس فلوسنا باغينهن ما حد يشلهن وأحيد الأطفال يقول الشايب خلف شايب خلف ما خلف لكن الأغنية هي غير كذا تقول شايب خلف شايب خلف بس اللي أذكره شايب خلف شايب خلف حييكم والفزورة من الولايات باتقيكم تحيا بلادي عمان تحيا بلادي عمان سلوم الحافي سلوم سلم قال السلام عليك قلت له سلم فلوس السلام عليك قال ما عندي شيء والله مشهد درامي اذكره كان اللي قال اتوقع كان اسمه سلوم البخيل كان يعني يحب يجمع الفلوس الله يرحمه كان يحب يجمع الفلوس وما يحب ينفق على حد وطبعا اذكر انه يوم من الايام زوجته اتوقع انه عزمت اكثر عن شخص ما يحب يغد حدا من نوع ما يحب يجمع حدا خبيته مثل هذا المواقف يعني مواقف مضحكه حتى يقول لك ماشي يا الله فلوس فلوس وين وين الفلوس يا ربي راح الفلوس شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولاية تيجيكم سؤالنا في هذه الحلقة عن مركز هين موقعها بأي ولاية خلونا نشوف إيش بيقولوا عن هذا السؤال هنا هي صوب الوسط عدبيل شرقية نظن حل صلالة دمو الطاعين حدبين صلالة طبعا في أظفار ما أعرف صراحة حدبين والله ما تحضرني حاليا ولاية مرباط ولاية مرباط سدح 90% مثل ما سمعنا الإجابة أن مركز حدبين توجد في ولاية سدح كل التحية والتقدير لممثلينا أصحاب الدراما اللي ضحوا بكل شيء من أجل إسعادنا ورسم الضحكة على وجوهنا
كان لهم دور كبير في تجمعنا في مكان واحد ونتبادل السوالف والقصص اللي تخص المسلسلات العمانية القديمة. وبكل تأكيد المسيرة مستمرة. والحين نخليكم ونشوفكم بكرة بإذن الله في موضوع جديد وحلقة جديدة. مع السلامة.